السلام عليكم. فيديو النهارده هنشوف افكار مختلفه لاعاده تدوير الجينز القديم. هنعمل افكار حلوه جدا من رجل البنطلون. بس اول فكره كده هنستخدم فيها جزء من رجل البنطلون. الجزء ده كبير شويه فهبتدي ان انا اقسمه نصين. خدت كده الجزء اللي انا عايزاه، هبتدي بعد كده ان انا استخدم غطاء بتاع علبه سمنه، ممكن اي غطاء بتاع علبه بلاستيك. الغطاء اللي هستخدمه ده هيكون الدوران بتاعه على قد الجزء بتاع فتحه البنطلون دي. انا هستخدم هنا الجزء ده وهثبته عند الجزء اللي هو مش متني. الجزء المتني في البنطلون الجزء اللي من تحت ده هسيبه زي ما هو. هستخدم هنا كده الغطاء بالشكل ده، هبتدي ان انا اثبته على الحرف بتاع رجل البنطلون من الجزء الواسع شويه. ببتدي احط كميه شمع بالشكل ده كده، وببتدي بعد كده ان انا اثبت الطرف بتاع الغطاء خلاص. وهنخلي الجزء اللي هو من الظهر نفسه من جوه، ببتدي احط كميه شمع كده على الحرف كله وبثبته بالشكل ده. سهل جدا، مش هياخد معاكي ثواني، هتبداي ان انت تثبتيه بمنتهى السهوله. احط كميه شمع كده بسيطه، وبعد كده ببتدي ان انا اشد عليها. الجزء ده هو جه على قد المقاس بالظبط فسهل معايا. حتى لو البنطلون نفسه اوسع هتبتدي ان انت تعملي تنايات بسيطه على الطف كده لحد ما بتغلفي الجزء ده كله بتاع الغطا. وبعد كده هبتدي اعمل تانيه بسيطه على بره، وبعد كده هستخدم ده زي طوب كده صغير، وكمان الصدف وزلط كان موجود عندي فهبتدي ان انا احطه جوه الجزء ده. وبعد كده هستخدم اجزاء صغيره من الفل بتاع الاجهزه وابتدي اخليه من جوه. ما استخدمتش الفل كله لان كان شكله مش مظبوط ومكلكع جوه القماش، فبدات ان انا احط الزلط ده الاول، وبعد كده حطيت اجزاء صغيره من الفل وهثبت فيها بقى اكتر من ورده من الورد الصناعي. وبالشكل ده نكون عملنا شكل فازه بشكل بسيط استخدمنا فيها الجينز بس. فكره بسيطه جدا، ممكن كمان تعمليها بحجم اكبر من كده. اول حاجه انا هستخدم هنا الريموت بتاع الريسيفر، ايا كان بقى انت هتستعملي كفر للريموت تلفزيون او ريسيفر او حتى للتكييف، اي ريموت عندك. هنبتدي كده ناخد المقاس بتاع الريموت، هنزود من الجنب ده والجنب ده حوالي 1 سنتي، وهعمل كده زي شكل من تحت بالشكل ده. انا طبعا قلبه القماشه وببتدي اعلم الشكل اللي انا عايزه اقصه بالقلم الجاف. هنخلي التعليمات او الحاجات اللي احنا بنعلمها دي كلها على الظهر. هبتدي كده اعمل الشكل دوت وهقصه. ممكن تعملي شكل مثلث كده من تحت، مش شرط الشكل اللي انا عاملاه. هبتدي كده اقص كل المقاس اللي انا خدته بالشكل ده كده، وبعد كده برضه هجيب الريموت وهاخد انا قلبه الريموت على الوش بتاعه بحيث يكون مظبوط. هاخد المقاس بتاع الوش بتاعه بالظبط، وبرضو على اعتبار ان انا اكون سايبه السنتي من الجنب ده والجنب ده. وهبتدي بقى افرغ الجزء اللي انا علمته ده كده، انا مش عايزه الجزء ده، ممكن تسيبي في الجناب اكتر من كده، اكتر من السنتي اللي انا هيكون بالشكل ده. هجيب برضو قطعه تاني من القماش وهبتدي اخد مقاس الجزء اللي هو قبل الزاويه اللي انا عاملاها من تحت، يعني من هنا لهنا. تمام، هبتدي اقصها بقى، وبرده هتكون بنفس المقاس بتاع العرض. هجيب اي كيس من الاكياس اللي هي بيكون فيها الترنجات واللبس مثلا بتاع ولادنا، الاكياس ديت بتبقى جامده شويه. هاخد المقاس بتاع الكفر او الجزء اللي هو من قدام بتاع الوش، عشان لما اجي مثلا اعمل الكفر يكون قدامي الزراير باينه زي اللي احنا بنشتري جاهز بالظبط. هبتدي كده اثبتها على الكيس او اللي هو الجزء دوت، هثبت القماشه فيها. طبعا انا قلبه القماشه وبثبت كده الظهر في الجزء بتاع البلاستيك. انا هثبتها الاول بالشمع، لو حاسه ان الشمع هيفك معاكي استخدمي الخيط والابره، بس هو بيثبت مع بعض والقماش بيثبت مع الكيس وهيمسك، يعني مش هيفك. هقفلها كلها حتى الجزء اللي من تحت ده، وهبتدي بقى اقص كل الزيادات اللي عندي. هيبقى بالشكل ده، هبتدي اقلبهم وهخيط. حابه تخيطيهم تمام مفيش مشكلة، حابة تقلبيهم عادي كأن الجراب جاهز وتبدأ ان انت تعمليهم بالشمع مفيش مشكلة، بس الشمع هيفك معانا فالخياطة هتكون احسن كتير. هكمل بقى خياطة بالشكل ده وهسيب الجزء كده. بعد ما ثبت الوش في الظهر هبتدي استخدم دانتيل. قلنا قبل كده ان الدانتيل او الجبير او اي حاجة بنستخدمها للتزيين بتبقى موجودة في محلات الكلف والعراوي،
بتبقى سعرها بيبدأ من نص جنيه، ده سعر نص جنيه بس هيدي شكل جميل جدا للجراب. ممكن نستخدم اي استرس، اي حاجه للتزيين تقدري تستخدميها حسب ذوقك. هبتدي كده اثبتها على الجزء اللي هو من قدام، حاول اداري كل الجزء بتاع الجينز اللي من قدام عشان ما يبقاش عندي شكله مش مظبوط. طبعا الظهر باين ما فيش مشكله، بس الوش كده احلى مما يبين جزء من الجينز. هبتدي كده اثبت على الجزء كله، هنثبتهم بالشمع. اللي حابب يشتغل بالخياطه وما فيش مشكله، بس الشمع هيثبت معانا مش هيفك. وبرده الجزء اللي من تحت غلفت كل الجزء ده، وهبتدي بعد كده اثبت برده من الدانتيل ده على الظهر. ما فيش مشكله يعني، احنا ما استخدمناش كتير بس عشان يبقى شكله حلو ومظبوط. بقى كده شكله. هبتدي بقى استخدم سكوتش. السكوتش ده برضو بيتباع في المحلات اللي هي بتاعت الخيوط. هبتدي كده استخدم جزء صغير بحيث يكون الافلام مش لاقياه، ممكن استخدم اي زرار مفيش مشكله، ونعمل له قطعه كده من الجينز وهتبقى العليقه بتاعت الزرار تمام بالشكل ده كده. ده بقى كده شكله. هثبت بس ايدي شويه لحد ما السكوتش يمسك معايا، لان ثبتت الجزئين مع بعض. كده بقى جاهز، هنبتدي نحط في ريموت بس كده، ولا هيتقطع منك ولا اي حاجه لانك عاملاه بايدك. وبكده هيكون شكله. ده كده كانت الفكره الاولانيه. تعالوا نشوف مع بعض الفكره التانية هتكون ايه، وبرده هتبقى من بواقي الجينز. هنا هستخدم دي باقي رجل بنطلون. احنا كنا عملنا الافكار دي كلها مع بعض من الجينز، هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هبتدي اخد كده مقاس الطول اللي انا عايزاه، هقص زيادة ديت مش عايزاها، وهبتدي اقلب القماشة على الظهر، والجزء الضيق ده هبتدي اقفله بالشمع على بعضه. هحط كمية شمع كويسة واقفلهم على بعض، هثبت ايدي ثواني بس الشمع يمسك معايا، ما نحاولش نسرع عشان الشغل بتاعنا ما يفكش مننا لما نعمله. حابة تستخدمي خياطة ما فيش مشكلة، بس الشمع برضو مش هيفك. بعد ما ثبتت كده الجزء اللي من تحت، الجزء اللي من فوق ده هبتدي اتنيه، هتنيه تانية صغيرة. برضو انا هستخدم الشمع في كل الفكرة كلها كأني بتني بس الجزء ده، وهبتدي كده اثبت ايدي شوية لحد ما الشمع ينشف معايا، وهكمل ان انا هتني الجزء ده كله. كده بعد ما تنيت الجزء اللي من فوق هستخدم سوستة. اقل سوستة انا بلاقيها عندي هي 20 سنتي، لو لقيتي اقل من كده مفيش مشكلة، او حسب العرض بتاع البنطلون بتاعك من تحت. خلاص هبتدي كده اثبت السوستة. طبعا هخلي الوش بتاع السوستة يكون مقابل للجزء بتاع وش الجينز. هبتدي كده اثبت برضو الشمع بالشكل ده، هبعد عن الجزء اللي فيه فتحة وقفلة السوستة. برضو هفضل حاطه ايديا كده ثواني على الشمع عشان يثبت معايا كويس. والناحيه التانية برضو نفس الكلام، هفتح السوست عشان تسهل معايا اكتر، وهبتدي اثبت كده الجزء التاني. لو انت عايزه تقصي الزياده اللي موجوده في السوسته دي مفيش مشكله، عايزه برضو تثبتيها بالشمع جوه من جوه يعني مش هتكون باينه معانا. هبتدي كده اقفلها، وده كده هيكون شكلها بالحجم اللي احنا عايزينه. هجيب بقى اي حزام، ده حزام كده عامل زي سلسله، الحاجات دي برضو بتتباع جاهزه، بس هو كان موجود عندي في شنطه قديمه مش بستخدمها، فهبتدي استغله هنا في الفكره دي. هبتدي كده افتح بس فتحه بسيطه مكان ما انا هدخل الجزء بتاع السلسله من الجنب، برضو الناحية التانية هعمل بس زي غرزة كده بسيطة خالص بالمقص، على حسب طبعا شكل الحزام اللي عندك ايه او اللي هتركبيه ايه اعمليه تمام. هيكون ده شكله. دي كده شكل فيونكة كانت موجودة برضو في بلوزة قديمة، هبتدي استخدمها هثبتها بالشمع
ممكن نستخدم اي اكسسوارات او اي حاجة قديمة عندك، مفيش مشكلة، تقدري تزيني بيها الجينز، بيمشي مع اي حاجة، اي حاجة ممكن تحطيها هتليق معاه جدا. هبتدي كده اثبتها، والزيادة هخليها في الجزء اللي من ورا بتاع الشنطة. هثبتها كويس جدا عشان ما تفكش معايا. اللي حابب يستغنى عن خطوة الشمع او مش عنده مسدس الشمع يقدر جدا يستخدم الابرة والخيط، هتنجز معايا برضه وهتبقى حلوة. وده كده شكلها النهائي. ودول كانوا الفكرتين بتوع النهاردة، عملناهم من بواقي الجينز او قصائص الجينز. مفيش اي مشكلة، نقدر نستخدم اي حاجة عندنا قديمة من الجينز ونعملها بافكار بسيطة وسهلة. ما استخدمناش المكنة، استخدمنا اغلب الشغل فيه استخدمنا مسدس الشمع وانجز معانا. لو مش حابة ان انت تستخدمي مسدس الشمع، الابرة والخيط هتنجز معانا كمان.